قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على أشرف خلقه أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد إخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات ليس هناك مخلوق على وجه هذه البسيطة لا يخطئ فالكل مليء بالأخطاء والكل يعتريه النقص والكل يواجه ما يواجه لأجل هذا الكبار لا يلتفتون الأمور الصغار وأكبر من سنذكر في هذه المكان في هذه الحلقة من البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام صاحب نفس كبيرة عظيمة كان لا يلتفت لصغائر الأمور ويجعل منها قضية وقد تصل القضية للطلاق والزوج يخطئ والزوجة تخطئ وهناك أمور يحتاج معها وقفة صارمة وهناك أمور صغار وأخطاء بشرية لابد أنها تحصل كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل نفس عظيمة نفسه كبيرة يدخل البيت يقول أعندكم طعام فيقولون لا ما عندنا طعام ما صلحنا شيء ما يقعد يقول لا والله الشر ما هي عليك وأنا الغلطان اللي متزوج ولا عاد أريد الزواج ويطلع وروح البيت أهلك قضية صغيرة قضية وجبة ما تستدعي نفس كبيرة مثل محمد عليه الصلاة والسلام يلتفت إليها قال إذن أنا صائم طيب يدخل عندهم عندكم طعام قالوا عندنا قال إذن أنا مفطر القضايا اللي ما تستدعي يعني جدال القضايا اللي تشد النبي عليه الصلاة والسلام كانت قضية واحدة تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه قط يعني ما يجي قاعد يجادلنا عشان نفسه ولا تكلم لا قالت ولكن إذا انتهكت محارم الله لا يقوم له أحد إذا شاف أمر يغضب رب العالمين ما يسكت فيبدأ يحل الموضوع طيب هذا كيف يحله يتغير وجهه تقول إني أعرف في وجهه إذا كره شيء ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط مستحيل يذوق إيش الملح كل يوم ملح 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 لا قالت إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه سكت وعرفنا ذلك في وجهه وانتهت القضية رسالة وصلت وانتهت ما يقعد يعاقب فيها مليون سنة قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني الكلمات يعني الحين الناس الضعيفة النفوس يشوف برستيج الغرب برستيج تعال أخذ فن التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام ما البرستيج اللي هناك هو يحط في فم زوجته أكل وجميع العوائل هناك متفككة وخيانات والإحصائيات الآن اطلعوا الانترنت شوفوا الإحصائيات إحصائية الخيانة إحصائيات الضرب إحصائية لكن محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نأخذها في الدنيا والآخرة اللقمة ترفعها في زوجتك شوف العلاقة بس احنا ناس ضعيفة بعضنا يروح يأخذها من الغرب ويتركها من محمد عليه السلام واللقمة ترفعها في امرأتك له صدقة بعد ترتفع في عين الله عز وجل إن احتسبتها طيب وهي كيف تعامله قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها فكيف عاد بتغاضي عن أشياء ممكن يتغاضى عنها القضية ما في أحد ما يخطر امرأتين قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة خلقت من ضلع وأعلى ما في وأعرج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقة يعني مستحيل تلقى وعدة كاملة طيب كيف أتعامل معها قال إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر يعني تنظر لهذا وتنظر لهذا نعم في هناك غلطات أحيانا تحتاج وقفة والنبي عليه الصلاة والسلام حصل معه في قضايا أنه هجر زوجاته الشهر وأنه لكن هل الموقف اللي يكون بيننا مشاكل ونشيل الأمور كلها ونكبرها هل هو يستاهل أخي الغالي أذكر محاسن من أمامك ولا تذكر مساوئه فقط هناك أخطاء نعم تحتاج وقفة لكن ما يتغاضى عنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نطبق ما نقول وأنكم مثل محمد عليه الصلاة والسلام فقط كن مثل محمد انظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وانظر يا أختي ما كنا يعملنا فاعملي مثله من شد يرخي الآخر في غير معصية الله سبحانه وتعالى وهنا تسير الحياة وإلا فلا أسأل الله أن يهب لنا وإياكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما إنه ولي ذلك والقادر عليه وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.